فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ومثل هذا، أي ما نقله أحمد عن غيره، هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة؟ فيه لأصحابه وجهان: أحدهما نعم، لأنه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل، لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله عن يحكي له مذاهب الناس. والثاني لا يجعل بمجرد ذلك، لا يجعل بمجرد ذلك قولا له، لأنه إنما حكاه فقط، ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة. نعم، هذه مسألة يعني استطرادية، إذا نقل الإمام أحمد كلاما لغيره أو فتوى لغيره فهل تنسب إليه هو أيضا لأنه حكاها وأقرها، حكاها من باب الإقرار أو حكاها من باب الإبلاغ فقط، إبلاغ هذه المسألة، وقد لا يراها هو، قد ينقل الإنسان شيئا وهو لا يراه، فليس من لازم نقله للشيء أن يكون مقتنعا به أو أنه يقول به. بناء على ذلك اختلف أصحاب الإمام أحمد في هذه المسألة، إذا نقل الإمام أحمد فتوى لغيره فهل تكون قولا له أو تكون مجرد حكاية وتبليغ فقط؟ والأمر في هذا سهل، لكن الثمرة التي تترتب على الخلاف هل نعتبرها من مذهب أحمد أو لا؟ نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه. نعم، هذه خلصنا منها.